في إحدى القرى جاموسة بتشرب من الزيق، فرسها اتحشرت في الزيق ومش عارفة تطلعها. أهل القرية اتلموا يتفرجوا على الجاموسة ومش عارفين يعملوا لها إيه. راحوا لكبير البلد قالوا له الحقنا، الجاموسة بتشرب من الزيق فرسها اتحشرت جوه الزيق ومش عارفين نتصرف، انجدنا الحقنا. قال لهم بسيطة، اقطعوا رقبة الجاموسة. ذبحوا الجاموسة ورأسها برضه فضلت جوه الزير. قالوا له الحقنا يا كبرنا، راس الجاموسه لسه في الزير، احنا مش عارفين نعمل ايه. قال لهم بسيطه، اكسروا الزير. كسروا الزير فباظ الزير واندبحت الجاموسه، ولقوا كبير البلد اللي شرع عليهم الشرطين دول قاعد تحت شجره في الظل وبيعيط. قالوا له انت بتعيط على الجاموسه ولا على الزير؟ قال لهم بعيط عليكم، لو ما كنتش موجود وسطكم يا ترى كنتوا عملتم ايه؟ انتوا صعبانين عليا قوي، انتوا من غيري ولا حاجه. اللي حصل ده هو موروث شعبي بيحكي لنا عن حال بلد او قبيله أو جماعة أو قرية لما بيكون كبيرها اللي بيلجأوا له لا يفقه ولا يفهم، هو فاهم إن هو كده عمل الصح، بينما اللي حصل ده فضيحة. نفس المثل ده بينطبق على اللي حصل في قطر الأسبوع اللي فات بالضبط. اللي حصل في قطر الأسبوع اللي فات فضيحة من الطراز العالمي. فجأة لقوا جنين ميت لسه مولود في إحدى دورات المياه في مطار حمد الدولي. فالعقلية القطرية الارتزاقية، بما إن قطر كل اللي موجودين فيها وكل القائمين على شؤونها واللي بيديروا شؤونها هم من المرتزقة والمجنسين والمقيمين، تفتقت العقلية دي على إنهم يكشفوا عن جميع النساء المتواجدات بالمطار في الوقت ده. بس الكشف ازاي؟ الكشف عن طريق المهبل، واسف للكلمه. نزلوا كل الستات من الطيارات، والستات اللي موجودين في الصالات خدوهم من خلال عربيات اسعاف وكشفوا عليهم. اللي حصل ده هو فضيحه القرن. ليه انا بقول عليها فضيحه القرن؟ لان اللي حصل ده له علاقه بالقرن اللي احنا عايشين فيه. الفضيحه دي حصلت سنه 2020، وبرغم كده العقليه القطريه لم يتفتق ذهنها الا على هذه المهزله. الذهنيه دي ما لقتش طريقه للتعرف على الام غير عن طريق التلصص والتحسيس على اجساد النساء وتعريفها، مع اننا في سنة 2020 يا جدعان، والحل بسيط وسهل جدا وهنعرفه بعد الفاصل. السلام عليكم. فضيحة قطر اللي حصلت في مطار حمد الدولي في الدوحة هي مادة سهلة ممكن أنا أتناولها بكل سخرية والسع فيها نظام الحمدين وأبواقه بمنتهى السهولة وخلصنا، ولكن بصراحة أنا شفت الموضوع من زاوية تانية خالص. فقطر اللي بتمول بمليارات إعلام بيشوه في السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر اللي بتمول بمليارات جماعات سياسية وجماعات مسلحة وحزبية هنا وهناك، وبتتعامل مع العرب على إنها دولة عظمى، قطر دي بالرغم من ملياراتها ما عندهاش عقلية تتماشى مع القرن 21. فهي قطر اللي اتفضحت قدام العالم كله لما القيادات القطرية الأمنية حبت تستعمل ذكائها المحدود لمعرفة سر الرضيع اللي لقيوه في مطار الدوحة. فقدها ذكائها، عفوا غبائها، انها تنزل السيدات من الطيارات وتحطهم جوه سيارات اسعاف بعد تعريتهم وتوقيع كشف مهبلي عليهم، لان المسؤول القطري الذكي لقى ان هي دي الطريقة الصحيحة لمعرفة والدة الرضيع، ولان العقلية القطرية محدودة وبتعتمد على المرتزقة والمجنسين لإدارة الدولة، فلم يتفتق ذهنهم لإيجاد طريقة أخرى سوى التحسيس والتلصيص على مهابل النساء واجسادهم. ده ايه الذكاء ده؟ مع ان الحل سهل وبسيط، كان ممكن ياخدوا عينه الدي ان ايه من كل سيده وياخدوا بياناتها وصور جواز سفرها وياخدوا منها تعهد بانها ملهاش علاقه بالطفل، وبعد كده يسيبوهم يسافروا بكل كرامه، وتقوموا انتوا بعد كده يا قطريين يا اذكياء تقوموا بتحليل فحوص الدي ان ايه للعينات اللي اخدتوها من السيدات دي وتطبقوها مع فحص الدي ان ايه بتاع الطفل اللي لقيته في دوره المياه في المطار، ولو اتضح ان احدى المسافرات هي ام الطفل ساعتها تتواصلوا مع سلطات بلدها وتقدموا الادله وفحوصات الدي ان ايه اللي عملتوها، وتقدروا كمان تقضوها وتفضحوها في بلدها وتدعوا عليها بتهمه قتل جنين. ولكن غبائكم خلاكم تفضحوا نفسكم وتظهروا للعالم العقليه اللي بتدير قطر، ومش بعيد بعد كام يوم تقولوا لنا ان مقيمين غير قطريين هم اللي ارتكبوا الحماقه دي في المطار، مع العلم ان احدى السيدات اللي عمرها فوق الستين اكدت ان ضباط قطريين هم اللي كانوا بيفرزوا السيدات عند نقاط الفحص المهبلي في المطار، وان واحد من الضباط القطريين لما شافها ست كبيره ومش بتاعه حمل ولا ولاده اشتغل ذكاؤه القطري وقرر انه يستثنيها من الفحص. لا زكي يلا عندك احساس والله. بينما بقى احنا بنتكلم عن قطر ما بين الهبل والمهبل لمؤاخذه، بنفتكر قطر اللي اعلامها بيشوه السعوديه بخصوص لجين الهزلول الخاينه، قطر اللي قناتها قناه الجزيره غطت مؤتمر صحفي للحقيق وليد الهزلول اللي قاعد يتاجر بشرف اخته لجين تشويها بالسعوديه. لقد عذبت وتعرضت للتحرش الجنسي داخل معتقلات سريه على يد مسؤولين سعوديين مثل سعود القحطاني كبير مستشاري ولي العهد السعودي الذي أشرف على عملية التعذيب،
ولا نعرف حاليا أين هو وإذا ما كان موضوع تحقيق على خلفية هذه القضية. لقد تورط بشكل واضح في العملية. القضية هي أن حتى التعذيب لم يتم بغرض انتزاع معلومات، بل جرى لأنهم كانوا مستمتعين بذلك، يستمتعون بتعذيب الناس. أهو اتفضل يا سيدي. هي برضو قطر اللي شوهت جزيرتها الجيش المصري اللي جزمت أصغر عسكري فيه بشرف قطر كلها، وقالت إن الجيش المصري بيوقع كشوف عذرية ومش عارف إيه في ميدان التحرير. وهي هي قطر برضو اللي إعلامها بينشر تقارير لتشويه الإمارات والبحرين. يا سبحان الله، ربنا فضحكم وفضح عقليتكم بالتعامل مع الأحداث. الدويلة اللي بتعتمد في إدارتها على المرتزقة والمجنسين والمقيمين ما لقيتش مرتزق أو مجنس في مطار الدوحة يقول لهم إن اللي بتعمله ده عبارة عن حمورية واستحمار. حقا إن ربك لبالمرصاد. وعشان كده رسالتي لكل قطري موالي لنظام الحمدين وبقول له: يا قطري، لما تعديت حدودك واتطولت على من هم أفضل منك ظنا منك إنك بذلك تعلو على أسيادك تنفيسا لعقد النقص اللي عندك، فصرفت المليارات مش علشان مصلحتك إطلاقا، صرفتها علشان تحط من قدر الآخرين اللي أنت مش قادر توصل لمكانتهم، واستأجرت علشان كده كل مرتزق وبوق وكلب نباح، فأوهموك إنك سيد زمانك وإنك صاحب عقلية وإن بلدك بلد عظمى، ولما قررت إن أنت تستعمل عقلك ربنا سلط عليك رباءك، رباءك اللي حطك في مقامك الحقيقي وفي مكانك الحقيقي، فانتهكت أجساد نساء مالهمش أي ذنب غير إن رحلاتهم حطت في مطار بلدك، مطار حمد الدولي، وصور لك ذكائك، عفوا غباءك، إنك قادر على معرفة أم الرضيع اللي لقيته في حمام مطاركم عن طريق تعرية وعمل فحص مهبلي وضيع لسيدات راكبين طياراتهم وفي انتظار إقلاعها لبلادهم. وسبحان الله اللي عمى بصيرتكم عن انكم تستعينوا بتقنيات العصر الحديث، فاصبحتم بجداره دويله الفحص المهبلي. واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.